كل خطوات وأيضا قرارات ونضع التخطيط العقلاني والحقيقي والسياسي التنظيمي لمجريات الاستعداد لهذا المؤتمر الذي نحن نتوجه إليه. نريد أن يطلع الرأي العام من المصادر الحقيقية التي هي قيادة الاتحاد ومناظريه وأطريه على مجريات هذا الاستعداد الذي نعتبره أنه قطع الأشواط الأساسية. إيه، هو عبر عليها في عدة مناسبات، ولكن لابد أن نستحضر التطورات اللي وقعت مؤخرا واللي كان عندها صدى واسع على المستوى الإعلامي، وهو توجه عدد من القيادات الإقليمية والجهوية إلى نحو الكاتب الأول لكي يراجع التزامه بعدم الترشح لولاية ثالثة. اليوم يعني في ختام هذه الندوة الصحفية اللي عقدوها عضوات وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، هناك توجه من جديد نحو الكاتب الأول الأستاذ إدريس الشقار لكي يتجاوب مع كل هذه النداءات فيما يتعلق بترشيحه لولاية ثالثة. وهذا الشيء بطبيعة الحال لا يمكن أن نعزله عن كل التحليلات التي قدمت والتي تعبر عن حرص القيادة الوطنية والقيادات المحلية والجهوية على تحقيق الاستقرار لإنجاز التغيير المنشود الجيلي، لأن احنا مقبلين على جيل ربما ندخلوا الجيل الرابع الآن في القيادات ديال الاتحاد الاشتراكي على الصعيد الوطني والإقليمي، وهذا شأن ينبغي أن نهيئ له وننضج ظروفه ونهيئه بهدوء طبعا. فكاين هناك آلية ما تنسوهاش واسعة الانفتاح وديال التغيير، يعني في إطار واحد المعادلة ديال التغيير في ظل الاستمرارية. المضامن الوثيقة النموذج التنظيمي الجديد أيها الزميل الكريم هي ليست طراسيم، هي وثيقة منشورة في الصحافة. فرجاء في أي فقرة توجد الولاية الثالثة في هذه الوثيقة؟ النموذج اللي كيتكلم على موديل دورغانيزاسيون سي تا موديل بروجيتي على 10 20 30 سنه، ماشي على المؤتمر الولايه الثالثه. لا توجد اشاره بتاتا للولايه الثالثه في النموذج التنظيمي الجديد.